اظن ان العدد كثير وعشان الوقت رحنا على سفر، اتمنى ان ممكن اصيله واحده تقول هتثبت انت ليه؟ هتقول لنا حضرتك هو الحقيقه ولا شعر كبير ولا شعر للحزن كاش للفرح بالتقسيط قال لي الحزن عاش والفرح قال يا عبيط بدفع للحزن كاش تعشش للفرح بالتقسيط محسش قال لي الحزن عاش معشش والفرح قال يا عبيط ما فهمتش عبيط ما بنخافش.